بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 166. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر الشيخ في الحلقة الماضية أن الداعين عند القبور قل ما يستجاب لهم بخلاف الداعين لله جل وعلا، ثم قال هنا: والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وتكرر أن حصول المطلوب وإجابة الداعي لا يدل على صحة ما هو عليه، فقد يستجاب له لأسباب. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى لا يستجاب لأكثرهم، وإنما يستجاب نادرا لبعضهم لسبب من الأسباب لا يدل على صحة ما هو عليه. فكونهم لا يستجاب لهم إلا نادرا، هذا دليل على أن أكثرهم أو أن كلهم على ضلال، وأن من استجيب له ليس على حق. وأما أهل التوحيد وأهل الإيمان فلو أن أهل الأرض كلهم سألوا الله بإخلاص لا استجاب لهم، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالمؤمنون يستجاب لهم في الجملة، وأما هؤلاء فيندر أن يستجاب لهم إلا نادرا، وهذا لحكمة إلهية لا تدل على صحة ما هو عليه بل استدراجه، أو لأنه مضطر إلى غير ذلك من الأسباب التي تقدم بيانها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا. وهذا من الوجوه التي يرد بها عليهم، أن المؤمن إذا استجاب الله له وأعطاه ما يريد جعل الله في هذا في الذي أعطاه البركة، وجعل في قلبه الطمأنينة ومحبة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، فيزيده رغبة في الله. أما هؤلاء فإذا استجيب لأحدهم فإنه لا يبارك له فيما أعطي، ولا يقر قلبه بذلك، لأنه لا يستقر إلا بذكر الله وبالتوحيد، فهذا لا يقر قلبه ولا يبارك له فيما أعطي، ولا يزيد ذلك في إيمانه بل يزيده ضلالا. نعم. ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. نعم، ضرر الشرك أكثر مما يزعم أن فيه شيئا من النفع، وما كان ضرره أكثر من نفعه فهو باطل. نعم. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب. نعم،
هذا كما سبق أن ما يعطاه أهل الإيمان وأهل التوحيد أنه يكون خيرا محضا ويزيد إيمانهم به ومحبتهم لله سبحانه وتعالى ويقوى توحيدهم، بخلاف أهل الشرك فإنهم إن أعطوا شيئا مما طلبوا فإن ذلك لا يزيدهم إلا شرا ولا يزيدهم إلا كفرا وطغيانا، ولا يبارك لهم فيما أعطوا ولا يعطون إلا في من أمور الدنيا ولا يعطون من أمور الآخرة شيئا. نعم. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع أو ترك غير مشروع مما نهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. نعم. الذي يحصل لهم من النفع للمشركين الذي يحصل لهم من النفع فيما يعطون مكثور، أي ضرره أكثر من نفعه، وما كان ضرره أكثر من نفعه فلا خير فيه. نعم. وبعكسه ما يحصل للمتقين في دعائهم، لو قد كان فيه ضرر قليل فإنه مكثور في ذلك. بالعكس. نعم. أهل الخير وأهل اليقين إذا أعطوا شيئا فيه ضرر قليل فإنما فيه من الخير أكثر، والضرر القليل يغتفر بجانب النفع الكثير. نعم. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الزكاة الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. نعم. وهذا شيء ثابت بالعقول والفطر، كما أنه ثابت بالأدلة الشرعية فهو ثابت في العقول والفطر. وتجد الفرق بين أهل الإيمان وأهل الشرك، تجد أن هؤلاء عندهم الطمأنينة وعندهم الخير والبركة في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم وما بأيديهم، ورجاؤهم بالله أعظم، وتجد أولئك على العكس، تجدهم لا يهنؤون بما أعطاهم الله، وهم نافرون في قلوبهم مستوحشون في نفوسهم، ولا يرجون ثوابا ولا يأمنون من العقاب في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. وهذا الذي سبق شرحه من بيان أن أهل عبادة غير الله سبحانه وتعالى أنهم في قلق وفي هم وفي نكد، وإن أعطوا شيئا مما طلبوا وحصلت لهم منافع عاجلة فإنهم لا يطمئنون ولا يتلذذون بها ولا يستريحون بها، وإنما تكون هما ووبالا عليهم، كما قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. فإن كان فيها نفعا جزئيا فإن ضررها وشرها وخطرها أعظم وأعظم بكثير، بخلاف أهل الإيمان فإنهم وإن كان عندهم قلة يد وعندهم فقر وحاجة إلا أن في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله والأنس به والراحة ما يغنيهم عن كثير من أعراض الدنيا، وهم في عيش طيب وعيش هني. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. نعم. فالأسباب حصول المقاصد ليست مقصورة على عبادة هذه المعبودات من دون الله، فإن هذه قد تكون جزءا منها، والأكثر أن الله جعل لكل شيء سببا يوجد عنده ويتحقق بوجوده، فالأسباب في الكون كثيرة ليست مقصورة فيما يزعمونه من تأثير معبوداتهم حصول مقصودهم بسببها، بل حصلت بأسباب أخرى هم لا يعلمونها، ولا يعلمون إلا أنها من قبل هذا الولي أو من قبل هذا الضريح، ولا يعلمون أن لله أسبابا خلقها في الكون تحصل بها الأشياء غير عبادة القبور ودعاء القبور. نعم.
قال فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. نحن لسنا مكلفين بمعرفة أسباب الأشياء وحصول نتائجها، وإنما أمرنا بفعل الطاعة وترك المعصية، هذا الذي أمرنا به وهذا الذي نهينا عنه، فلا نشغل أنفسنا بالأسباب والمسببات كيف حصل كذا وما هو السبب، كما هو عند الفلاسفة والحكماء الذين يبحثون عن أسباب الأشياء، فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة، فالأسباب كثيرة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله، وهذا الكون واسع في السماوات والأرض، والأسباب منتشرة، وعقل البشر محدود لا يدرك ولا أقل القليل منها، ولذلك لسنا مكلفين بمعرفة الأسباب التي بها الله بها يخلق الله ويرزق ويدبر الأمور، وإنما أمرنا بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعبادة وفعل الأمر وترك المنهي، هذا هو الذي أمرنا به ونشغل أنفسنا به، وما عدا ذلك فليس لنا مصلحة في البحث فيه أو السؤال عنه أو الحرص على الاطلاع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه، فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف قد يطول معه الكلام بسبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. لو كان هناك مريض دخل عليه طبيب فنظر في علته فعرفها ثم وصف له دواء، قال له تناول هذا الدواء واترك كذا وكذا، اقتصر على شيء واحد وأراح المريض. أما لو دخل عليه متفلسف لا جعل يشرح له الأسباب وينوع له الأمراض والآفات وكل شيء له يسبب كذا وكل شيء يسبب، فيتعب المريض زيادة عما عنده، ثم المريض لا يستفيد شيئا. نعم. قال: والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، ثم الناس لا يتحمل عقولهم شرح هذه الأسباب وهذه الأمور، لأنه قد تكون عقولهم ضيقة لا تتحمل هذه الأشياء، فإنما يعطون ما أو يبين لهم ما يحتاجون إليه فقط ولا يتوسع لهم في ذلك. نعم. قال: قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختطف عقله فيتأله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يجب له الهدى واليقين. نعم. إذا شرحت له الأسباب الكثيرة التي قد يكون أكثرها موهوما وليس سببا، لتحير هذا الإنسان واضطرب وحدث عنده شكوك وأوهام، فليس من صالح الجاهل أنك تشرح له الأسباب الكثيرة والمضار الكثيرة فتشتت عقله وتضعف إدراكه، وإنما تبين له السبب الوحيد الذي إذا اتبعه حصل له الخير وحصل له النجاة، وتترك الأسباب الكثيرة التي هو لم يقع في شيء منها ولا يعرفها. فلا تفتح له أبواب الأوهام وأبواب التخويفات التي هو غافل عنها. نعم. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. يكفي المؤمن أن تبين له المشروع الذي فيه النفع، ولا تبين له الشرور والأشياء البعيدة عن فهمه وعن ذهنه، تبين له المشروع وتبين له الممنوع بصفة إجمالية، فبهذا يرتاح ويطمئن. أما إذا ذكرت له، يعني شرحت له أنواع المشروع وتفرعات المشروع
يعني بسطت له القول في الشريعة وهو جاهل ومبتدي لا يزال في ابتداء طلب العلم أو الإدراك، فهذا يشتت فهمه. وإذا ذكرت له أنواع الشر وتشعبات الشر فهذا أيضا يزيده خوفا وتخوفا من كل شيء. فعليك بالإجمال، عليك بالإجمال في التعليم، ولا سيما للمبتدي، لا توسع عليه الآفاق فيضيع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا. نعم، هذا تعريج على ما سبق، أن حصول الحاجة لا يدل على صحة المنهج الذي يسير عليه الإنسان. فالمضطر إذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركا. المضطر إذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركا، فكيف إذا كان هذا المضطر مخلصا لله عز وجل؟ فحصول الدعاء المقصود لا يدل على صحة السبب الذي أدلى به هذا الإنسان، وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وإنما الله استجاب له لضرورته لا لأنه دعا هذا الصنم. نعم. ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه. نعم، كذلك ينظر، لا ينظر إلى ما في الذي يعطي بسبب هذه الدعوة، لا ينظر إلى ما فيه من النفع الجزئي، وإنما ينظر إلى ما فيه من الضرر. فالذي دعا غير الله واستجيب له ولو كان لأنه مضطر، دعا الله فاستجيب له لأنه مضطر، لا ينظر إلى المنفعة التي يحصل، المنفعة الجزئية التي يحصل عليها من حصول مقصوده، وإنما ينظر إلى ما يترتب على هذا الدعاء لغير الله من الأضرار العظيمة، وأنه يهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية. نعم، فينظر إلى الضرر، والعاقل لا ينظر إلى المصالح دون أن ينظر إلى المفاسد ويقارن بينها. نعم. قال: كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. قال: فإنه يعاقب على ذلك، أي لو استجيب له، ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال وأنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. نعم، هذا ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي أن يدعو الله أن يرزقه مالا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له: قليل تطيقه خير من كثير لا تطيقه. ثم كرر على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقال له صلى الله عليه وسلم، أشار عليه بأن يترك هذا لأنه قد يفتن بهذا المال. فألح على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله غنما فنمت هذه الغنم، فكان في الأول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوقات، ثم شغلته الغنم فصار لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجمعة، ثم كثرت فتنحى بها بعيدا عن المدينة فصار لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا الجمعة ولا الجماعة. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العمال لجباية الزكاة قال لهم: أمهلوني، إنها جزية أو أخت الجزية، أمهلوني اذهبوا. فذهبوا إلى غيره وجاءوا بالصدقات ومروا عليه فأعطاهم شيئا على كره وتبرم واعتقاد أنها جزية، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا المال. وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته، إلا أنه أقدم على هذا وألح على النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا فتنة له. فالإنسان قد يعطى ما فيه فتنة له،
الشاهد من هذا أن الإنسان قد يعطى ما فيه فتنة له. لا حول ولا قوة. أي نعم، فلو سلم منه لكان خيرا له، فليس حصول المقصود يدل على الخيرية، قد يكون شرا. فالإنسان لا فالإنسان لا يغلط في هذه الأمور ويطلب المال، لأنه قد لو أعطي المال لفتنه كما حصل لهذا الرجل، وإنما يرضى عن الله جل وعلا بما يكفيه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان لا يمسك شيئا، كل ما أتاه أنفقه في سبيل الله، ولا يبقي لنفسه ولا لأهله شيئا إلا ما يعطون من قبل جيرانهم من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يريد السلامة من الفتنة، من فتنة المال، ويريد أن يستخدم هذا المال فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فيريد أن المال يخدمه ولا يريد أنه هو الذي يخدم المال. قد يأتيه هذا محل الشاهد، قد يأتيه السائل فيسأله فيعطيه فيخرج بها نارا، يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يرد سائلا، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وقد يسأل عن شيء فيه إحراج له ومع هذا لا يرد السائل، يعطيه، يكون هذا إثما للسائل. فليس إجابة السائل وإعطائه ما يريد دليلا على الخيرية، أو على أن ما أخذه أو أعطي خيرا، سواء من الله أو من رسول الله أو من رسول الله أو من غيره، لا يدل هذا على، لأنه إذا أعطي عن سماحة بال وعن عفوية يكون ذلك خيرا له من الإلحاح وإكراه المسؤول وإبرام المسؤول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. هذا كما سبق، كم من داع دعا فأعطي مسألته وكان ذلك سببا لهلاكه. فليس إجابة الدعاء وحصول المقصود دليلا على خيرية الداعي أو على صحة دعوته، فهذه قضية يجب التفطن لها، لأنها فتنت كثيرا من الناس. فلان سأل عند القبر الفلاني فحصل على كذا، فلان ذهب إلى كذا فأعطي كذا وحصل له مقصوده. نقول: ليس هذا دليلا على صحة هذا العمل، فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب وعلى سلامة الطريقة التي حصل بها هذا الشيء. نعم. هو كما أشرتم أنه صار الغاية عندهم والدليل أنه يتم المقصود، إذا أجيبت الدعوة انتهى الموضوع. لا، هذا ما هو بدليل، هذا ما هو بدليل. قد يستجيب الله للمشركين، أما يجيب المضطر إذا دعاه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فدل على أن الله يستجيب لهم وهم مشركون وهم في جهنم. نعم. قال: تارة بأن يسأل، لما قال كم من عبد دعا دعاء غير مباح فكان سبب هلاكه في الدنيا الآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بلعام وثعلبة وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على وجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى. نعم، فالله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء، فقد يعتدي في الدعاء ويستجاب له. نعم. وعان دعاءه محرم لأنه عدوان ولا يجوز، فدل على أن حصول المقصود وإجابة الدعاء ليست دليلا على صحة ما عليه هذا الإنسان أو هذا الداعي.
فهذا مما يرد به على هؤلاء الذين يحتجون بحصول المقصود على صحة ما هم عليه، فيدعون عند القبور ويقولون قضي لنا حاجتنا وأعطي فلان كذا، فهذا دليل على أن الدعاء دعاء القبور أو عند القبور أنه يحصل به المقصود. هذا هو قصد الشيخ من هذا الكلام السابق إلى الآن، وهو يقرر هذه القاعدة ويبينها لأنها خطيرة. نعم، وأضلت كثيرا من الناس. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.